أي السلام عليكم من ولاية باجة وتحديدا معتمدية نفزة، وكانت تحبوا بالضبط بالضبط من بلاصة مزيانة برشة اسمها كاب نيجرو أو الرأس الأسود بالعربية. الحاسيلو الوجهة متاعي كانت البحر، أما كي شفت الأخضار هذا الكل قلت لازم نعمل جولة قبل. المهم الهدف متاعي هو أني نوصل البرج اللي موجود فوق الجبل هذاك ونشوفه في طريقنا شنو نجمو نلقاو، ومن بعد تو نتوجهوا للبحر. غادي وين باش نجربوا نصطادوا بالصنارة استعمال تقنية الغوص، يعني باش نصطاد بالصنارة تحت الماء. كيفاش؟ كمل الفيديو للآخر أتا وتعرف. الطقس اليوم كان سخون برشا وزيد المشي كان صعيب على خاطر ما فماش طريق معينة تمشي فيها، لازمك تدخل من بين الشجيرات المتلاصقة والنباتات الشوكية، والحكاية ما كانتش سهلة جملة. وأنا نمشي جات قدامي ثمرة اللنج اللي المنافع متاحها لا تحصى ولا تعد، وديجا حكيت لكم عليها من قبل. أما هذه ما زالت ما طابتش على خاطر وقت الطيب اللون متاحها يولي أحمر فاقع. كملت طريقي والمرة هذه جات قدامي نبتة الفان بالم. النبتة هذه عندها شعبية كبيرة برشا بين نباتات الزينة، واللي يعرف سومها بقداش تتباع يكتب لنا في التعليقات. وبحذاها لقيت حشرة الدعسوقة، والنوع هذا بالتحديد اسمه 7 سبوت ليدي بيرد، واحنا لهنا نعيطولها أمي سيسي. ايه يا نسيم، يا حسرة على الكلمة هذه من بكري ما سمعتهاش. هذه حشرة نافعة برشا على خطرها تتغذى على الحشرات الضارة. الزهرة هذه أول ما شفتها مشى في بالي اللي هي الزهرة متاع النسري. عرفتوه النسري يا جماعة؟ أكل يقطروه وريحته فايحة على الأخر. تي أصلاً التوى ما زلت مانيش متأكد الزهرة هذه هي نبتة النسري وإلا لا. المشكلة وقت قصيتها وشميتها ريحتها ما تشبهش للنسري جملة، أصلاً ما فيهاش ريحة، على عكس زهرة النسري اللي ريحتها تشمها من بعيد. وبعد برشا مشي قطعت فيها مسافة باهية، أخيرا لقيت صخرة كبيرة باش نرتاح فوقها. أما دوب ما قعدت شميت ريحة كريهة قوية، معرفتش المصدر متاحها، أما على الأغلب هما الأزهار هذم اللي بحذايا. الصراحة مانيش متأكد هما ولا لا، أما الريحة كانت لا تطاق. على هذاك قمت وبعدت عليهم. بعد ما ارتحت شوية جاء الوقت اني نكمل المهمة متاعي ونوصل للبرج. ومن هنا اللي نوصل غادي خليني نوريكم بسرعة شوية نباتات عرضوني في الثنية. هذه اسمها سانتوريوم إريثريا وبالعربية اسمها القنطور، وهذه اسمها كالاكوتومي سبينوزا وبالعربية القندول الشوكي. هذه الثمرة اللي تنتجها الزهرة اللي تشبه للنسري متاع قبيلة وما نعرفش اسمها. هذه اسمها ليفانديولا ستوشز وبالعربية الخزامة المكور، وهذه ميكرو سيريس لانشويلاتا والصراحة بالعربية ما نعرفش اسمها، وهذه اسمها ألبيزيا بوليسيفالا وبالعربية يقولولها ألبيزيا زادة. وبعد جهد جهيد أخيرا وصلت للبرج. حبيت نطلع الفوق باش نشوف المنظر كيف نوى، أما لقيت عساس غادي وقال لي ممنوع عليه يطلعني. مش مشكل، المهم أنجزت المهمة ووصلت لهنا. والفيو من هنا يا جماعة كانت بالحق حاجة من وراء العقل، وزيد جزيرة جالطة كانت واضحة قدامي. وكانك أول مرة تتفرج فيا هوك فما زوز فيديوهات صورتهم في الجزيرة هذيك، أتوا تلقى الرابط متاحهم في الوصف متاع الفيديو. وهذا نورمال ما هو شط الزوارة، كان مانيش غلط. ومن البعيد شفت فما بحيرة متاع ماء كبيرة في وسط الغابة، قلت لازم نمشي لها ونشوفها شنية. النباتات لهنا بداو يتبدلوا وبديت نشوف في الأشجار الكبار، على عكس قبيلة اللي كانوا كلهم نباتات وشجيرات شوكية. ووقت وصلت اكتشفت اللي البحيرة اللي شفتها من الفوق هي عبارة على سد كبير متاع ماء واسمه سد سيدي البراق. وعلى فكرة يعيشوا فيه الأسماك، على خطر وأنا قاعد نتأمل شفت فما سمكة كبيرة قربة لسطح الماء، أما كانت بعيدة عليا والكاميرا ما جبدتهاش.
في طريقي وأنا متوجه للبحر وقفتني ريحة بنينة، ومع المشي اللي مشيته هذا الكل ساي الباتري متاعي فرغت وجاني الجوع. على هذاك شريت من عندهم كعبة طابونة باش نفطر بيها، أما برجولية منحبش ناكلها شائحة وحدها، لازم حاجة معاها. وأنا نفكر شنو باش ناكل معاها، عيني جات على أرض قدامي فيها أشجار متعتوت. يا كهو عاد من غير ما نكمل لكم البقية، دخلت فك الأرض وبديت نلقط وناكل. وهذاك هو كان المنيو متاع اليوم، طابونة وتوت. ومولا الأرض كانك تتفرج فيا، سامحني يا وخي الله غالب، ما نجمتش نشد روحي، الجوع كافر. أما وأنا نلقط في التوت يا جماعة، لاحظت اللي الأرض فيها برش عصافر، وتجمعوا الكلهم لهنا على خطر التوت. وطلعوا شنو كان عندي في جيبي، كان عندي منداف. وللناس اللي ما تعرفش شنو هذا، هذه مصيدة تقليدية متاع طيور. قلت خلي نجرب حظي نصيف ساعة من زمان، حطيت فيها شوية خبز ومشيت باش ننصبها. أما في طريقي لقيت مسحة مخليها مولا الأرض في الغابة لهنا، هزيتها باش نطلع بها شوية طعم ونرجعها وين لقيتها، على خطر الخبز صعيب برشا كان باش نشدوا به حاجة. المهم بعد شوية بحث لقيت كعبتين دود، الدودة هذه اسمها وايت جرابس، وأحنا لهنا نعيطولها الشحمة. حطيتها في المنداف وحطيت الكاميرا بحذاهم وبقيت نستنى. وكما شفتوا عندي كان زوز فرص أكهو باش نصطاد، خطر ما لقيت كان دودتين. المهم توا نخليكم تشوفوا الكاميرا شنو سجلت. لهنا تشوفوا اللي فمه عصفور شاف الدودة من البعيد وقرب لها، أما كي شاف الكاميرا خاف منها وما حبش يقرب، وكي تأكد اللي هي ما تمثلش عليها خطر رجع باش ياكل. اي نعم المنداف ما حبش يتسكر، ما فهمتش الصراحة علاش تكوانسا وما حبش يتسكر، برغم اللي العصفور كان يجبد في الدودة بالقوي. لا وفوق هذاك بعد ما كلاه رجع باش يزيد يحمصني، وعاود طلع فوق المنداف وقعد يغني. تقول عامل عليا بالعاني اقسم بالله، هذا الكل ومازال ما فرغش قلبه، قعد يمشي ويجي فوق المنداف. من بعد جاني قدام الكاميرا وقال لي ها ها ما تنجمش تشدني. برا مريقل صح عليك، توا جاء وقت نحط الدودة الثانية، وهذه المحاولة الأخيرة. عودت حطيتها في نفس البلاصة متاع قبيلة وما فماش برشا وقت، والعصفور عاود جاء. لحظة لحظة أرجع شوية، خلينا نشوفوا بالصورة البطيئة شنو صار. المرة هذه المنداف تسكر، أما العصفور كانت عنده رفلكس سريعة برشا، جبد راسه في آخر لحظة وظهر اللي المنداف ضربه على راسه، على هذاك داخ شوية، من بعد استجمع القوة متاعه ورجع طار. برا صح عليك عندك الزهر، ولا راك مشيت مشوي اليوم. كيما شفتوا عكست معانا بالمنداف وما شدينا به حتى شيء، ان شاء الله الحظ يقف معانا ونشدوا حاجه بالصناره. الصناره هذه اللي متبعني من قبل يعرفها، مانيش باش نحكي لكم قصتها تو، اللي يعرف حكايتها يكتب لنا في التعليقات، خلي نختبر الذاكره متاعكم. وتوا يلا بينا للبحر. اول حاجه لازمني نعملها لازمني ندبر الطعم اللي باش نحطه في الصناره. البحر هذايا ما لقيتش فيه صخور في الشاطئ، على هذاك لازمني ندخل للماء باش نلوج على حجره نستخرج منها الديدان. لبست لباس الغوص وتوا يلا بينا نبداو في البحث عن الطعم. وأنا داخل جات عيني على قطعة خشب مخرجتها الأمواج، وظهر اللي عندها مدة كبيرة في الماء على خاطر كانوا لاسقين فيها الأصداف. الله أعلم منين جات، ممكن تكون قطعة من فلوكة تكسرت في وسط البحر. الحاسيلو الأصداف اللي فيها نجم نستعملهم كطعم، أما هذوما مازالوا صغار، وكان باش نستعملهم يلزمني فيه الإلاستيك باش نشدهم في الشفر، وأنا توا للأسف ما عنديش خيط باش نربطهم. على هذاك قررت نلوج على الديدان، على خاطر هما الطعم الوحيد اللي نجم نحطهم في الشفر من غير ما نربطهم في الخيط. بقيت نلوج في صخرة مناسبة حتى لين عيني جات على الحجرة هذه، والناس اللي تفرجوا في الفيديو هذا أكيد فهموني على شنو نحكي. أيا برا خلي نكسروها ونشوف ونلقاو في وسطها الدود وإلا لا.
الحجرة كان فيها دودة واحدة، وأصلا بقوة الضربة تقسمت في اثنين، والنصف الآخر ملقيتوش، ملقيت كان النص هذا أكهو. الله غالب كان جي عندي مطرقة كون راني خرجتها كاملة. حطيتك النصف دودة في الصنارة وتوا يلا بينا ندخلوا بها للبحر ونبدأ ونصطادوا. أول حاجة لازمني نلوج على مكان باهي باش نحط فيه الصنارة ونصطاد فيه. بقيت نعوم ونلوج فيه بلاصة باهية ويكون فيها حوت حتى لين وصلت للمكان هذا. المكان هذايا لقيت فيه سرب متاع قاروس قاعد يعوم فيه، ومادام القاروس لهنا يعني أكيد فما أسماك في المنطقة هذه. على هذاك قررت نرمي الصنارة متاعي في الرقعة الرملية هذه. مديتك القصبة وبديت نحل في الخيط. أما وأنا ليه نحل في الخيط أكل أسماك الصغيرة قمروني ليه واغتنموا الفرصة وقاعدين يأكلولي في الطعم، وأنا ما عندي كان كنصف دودة هذيك وهما باش يأكلوها قبل ما أصلا نحل الصنارة ونبدأ نصطاد. على هذاك تمهمشت ودخلت بعضي وبقيت من جهة مبعد فيهم بسقية ومن جهة نحل في الصنارة حتى لين الخيط تعقد والصنارة دخلت بعضها. قعدت نوسع في بالي ونحاول نسلكها بشوية، واكل حوت صغير مغتنم الفرصة وقاعد يكلي في الطعم ما بين سقية، حتى لين فجأة نحس بالخيط في يدي الكل ولا يرعش. وكي جيت نثبت من الحكاية ونشوف شنو اللي قاعد يجبد في الخيط نلقى سمكة تشدت في الشفر. بعد يا ولادي بشوية مزروبين، مازلت يا ربي العمل عليك، مازلت نحضر في الصنارة ما بديتش نصطاد. ليه وشو شكون عاد؟ شوفك الحوتة اللي تشدت. راهي عقدتني، راهو أقسم بالله عقدتني، ابعدني أخطاني يا بنتي. ليه وزيد بعد ما تشدت قعدت تفرفت وكملت دخلت الخيط الكل في بعضه. أي تعرف كيفيه؟ هذا مستحيل كان باش نجم نسلكه لهنا، لازمني نخرج البرة من بعد نعاود ندخل. يا ربي عاد تعب وشقا، اللي مكتوب له شقا يصطاد البينت تكمبر. برغم اللي هي صغيرة مانيش باش نسيبها، انتي بالذات ما نسيبكش لا ما نخرجك البرة. الحاجة الوحيدة اللي فرحان بها هو انه الدودة مكلاتهاش الكل، كلات كان شوية منها. على هذاك سلكتك الصنارة وعاودت دخلت بها باش نصطاد. رجعت لك البلاصة متاع قبيلة اللي ريت فيها القاروس ونصبت فيها الصنارة، غرستها ما بين الحجر باش كان شدت فيها حوتة ما تهزهاش معاها. طولت اكل خيط وبديت نجبد باش نتأكد اللي هي واحلة بالقدامة بين الحجر، وكي تأكدت اللي كل شيء مرجل سيبت الخيط في الرقعة الرملية هذه. وباش نخلي واحدة من الكاميروات لهنا باش نراقب الحركة متاع قصبة الصيد، وانا باش نبعد على المنطقة هذه ونمشي نعمل جولة صغيرة. وبعد ما بعدت على الصنارة شفت حاجة نادر برشا انك تشوفها. على هذاك قلت لازم نبقى بحذيها شوية ونوثقها على خطر الحاجة هذية ما تشوفهاش كل يوم. ركزوا مع السمكة هذية فاش قاعدة تعمل وتوا نحكي لكم حكايتها. تتفكروا وقت حكيت لكم على سمكة الخضير وقلت لكم الحوتة هذي تشبه برشا للعصافر على خطرها تستعمل للأعشاب وتبني عش دائري، وتقريبا عندها نفس دورة الحياة متاع العصفور. السمكة اللي حكيت لكم عليها وقتها كان اسمها الكروك وينغو ريس، والسمكة هذي اللي قدامكم نوع آخر أما من نفس الفصيلة واسمها جرايو ريس، وعلميا اسمها سيمفودس تشينيريوس. والفرق ما بيناتهم هو أنه هذي أصغر في الحجم والعش متاعها تبنيه في الرمل، على عكس الأخرى اللي العش متاعها تبنيه في الشقوق متاع الصخور. ومادام الحوتة هذي قاعدة تبني في العش متاعها تو، يعني السمكة اللي قدامنا هذي هي ذكر بالغ، على خاطر الذكور هي اللي تبني الأعشاش. أيا نخليوه يكمل يبني داره، ربي عينك عم الراجل. خلي نمشي أنا نكمل الجولة متاعي. ما بعدتش برشا ولقيت شانطي آخر متاع مرمى محلول لهنا، هذا ذكر آخر من الجراي ريس قاعد يبني في داره. زادة حاجة أخرى نسيت ما قلتها لكمش، صحيح العش متاعه يبنيه في الرمل أما لازم تكون بحذاه صخور على خطرهم يوفروا له الغذاء متاعه. أي حتى أنت الله يكون في العون وربي يجيب لك بنت الحلال اللي تستاهل التعب هذا الكل. وتوا خلي نواصلوا طريقنا ونكملوا الجولة متاعنا. وفي الوقت هذا بالضبط الكاميرا صورت الصنارة قاعدة ترعش،
ومن الضربة متاع الصنارة ظهر اللي فما مجموعة متاع أسماك قاعدين يأكلوا في الطعم، ماهيش سمكة واحدة، أما ما زالت متشدد حتى واحدة فيهم خاطر الخيط مازال مرخي. وبعد شوية وقت البكرة متاع الخيط طلعت الفوق، يعني فما سمكة تشدد في شفر وطلعت لسقف الماء وجبدت البكرة معاها. المهم أنا حتى لتو مازلت ما في بالي بشي، وكنت قاعد نحوس ونتفرج في الحوت كيما سمكة البلاك سكوربيون فيش هذي اللي لقيتها لابدة في الرمل كأنها حجرة وتستنى في فريسة باش تقرب منها باش تنقض عليها وتصطادها. جيت أنا حرقت لها الفيلم الكل وحرمت عليها. وبعد شوية وقت قررت نرجع لكس النارة باش نتفقدها، وأول حاجة لاحظتها هو إنه البكرة متاع الخيط طالع الفوق، أما ما كنت نشوف في حتى سمكة قاعدة تعوم بحذاها. على هذاك قررت نهزها ونجبد الخيط ونشوف شنو اللي واحل فيه، وكي جبت الخيط لقيت اللي الصنارة شادة حوتة وما شفتهاش خطرها كانت محشية في الحشيش. الحوتة المزيانة هذه اسمها ميديتيرانيان ريمبو ريس، وعلميا اسمها كوريس يوليس، بالعربية الفصحى يقولوا لها حبورة، وفي تونس نعيطوا لها العروسة. احنا اي حوتة ملونة تعيش في البحر نسميوها العروسة. المهم السمكة هذه انثى على خطر الذكر يكون ازين من هكا برشا، يكون فيه اكثر الوان واكبر في الحجم. المشكلة حتى الذكر متاحة في تونس نقولوا له عروسة، مسكين والله، علاش ما نقولولوش عريس مثلا او عروس؟ الحاصل الحوتة هذية تصلح للزينة أكثر من اللي تصلح للأكل. على هذاك قررت نسيبها خاطر ما عندي ما نستنفع بها، وحرام كان باش نخليها. يقول القايل وكل بينتت كمبر اللي خرجته مش حرام عليك؟ لا هذاك ما هوش حرام، هذاك يستاهل وزيد صالح للأكل، وباش نروح به ناكله القلب متاعه. أي للا برا روح لدارك وأرجع لصغيراتك ورد بالك من الكياس، الكراهب ولاو يطيروا هالأيامات. أكهو حتى ما كش طردودة مشيت على روحها والصنارة ما شدتش حوتة باهية، لا المنداف نفع ولا الصنارة نفعت. أي تعرف كيفيه مانيش خارج من البحر اليوم كان بحوتة معلقة في الصنارة. تي كيفاش يا نسيم هاك ما عندكش طعم؟ تفرج وتعلم هتا وتعرف كيفاش. أول حاجة عملتها بعدت على الحجر شوية ومشيت لمنطقة رملية غادي وين لقيت سمكة الوايت آيد فلاوندر. على عكس المعتقد السمكة هذية ماهيش سمكة السول، هي نوع آخر من الأسماك يتبع عائلة البوثوداي، واسمها العلمي هو بوثيس بوداس. والحوتة هذه ما عندي ما نعمل بها، أنا جيت للمنطقة الرملية هذه باش نلوج على سمكة السول الأصلية، هي اللي فيها اللحم وصالحة للأكل. وبعد شوية بحث أخيرا لقيت اللي نلوج عليه. توا واحد منكم يقول لي ايه هاك لقيتها يا نسيم، توا يبقى السؤال كيفاش باش تشدها وانت ما عندكش الطعم؟ وشكون قللكم اللي انا باش نصطادها بالصنارة من اصله؟ السمكة هذية باش نشدها بيدي. بيدك؟ تحكي بجدك يا اخي، ما تعرفش السول قداش تجري؟ لا نعرف، اما الحوتة هذي عندها نقطة ضعف، لو كان نعرف كيفاش نستغلها نجم نشدها بيدي. قعدت نتبع فيها وقفت بحذيها نستنى فيها شنو باش تعمل، واول ما حركت يدي خرجت من قدامي كي الفلاش. ايوه هذه الخطوه الاولى من الخطه متاعي. اجي خلي نفهمكم الحكايه ونقولكم على نقطه الضعف متاعها. السمكه هذه وقت تكون خايفه تخرج تجري وتدفن روحها في الرمل بسرعه كيما هكا شوفوا. وكي تعرف اللي انت ما زلت تشوف فيها وتعرف بلاصتها، المره الجايه تولي تدفن روحها اعمق في الرمل باش تتخبى منك وانت ما تشوفهاش. وكي انت تمشي للبلاصه اللي تخبات فيها وتمسها تولي تهرب وتزيد تدفن روحها ما اكثر، وتقعد هكاكة حتى لين في الاخر تنفخ الرمل فوقها وتتغطى لكلها حتى من عينيها تغطيهم وتولي ما عادش تشوف. يمشي في بالها كي تتغطى لكلها حتى عينيها كي تغطيهم ما عادش تظهر جمله. ساعتها انا نغتنم الفرصه وننقض عليها ونشدها كيما وركزوا معها كيفاش باش تنفخ الرمل. اخيرا بعد برشا محاولات نفخت الرمل، تو هذه هي الفرصة متاعي على خاطر عينيها مسكرين بالرمل وما تشوفنيش وقت نقرب لها. هبطت بشوية من غير ما نعمل حس وترميت عليها بزربة، وبهكا تكون الخطة متاعي تمت بنجاح وشديت سمكة السول بيدي. اما عايشكم الحكاية تقعد بيناتنا اللي انا شديتها بيدي، على خاطر عنوان الفيديو الصيد بالصنارة تحت الماء، وانا هاني علقتها في الصنارة وبش نعمل روحي شديتها بالصنارة، ما تفضحونيش عاد. وأخيرا بعد تعب كبير وجهد جهيد
قدرت اني نشد سمكة بالصنارة. الحمد لله يا ربي العملية نجحت وقدرت اني نصطاد سمكة بالصنارة تحت الماء. الحوتة هذه اسمها كومن سول، واسمها العلمي هو سولية سولية. صحيح وجهها غريب شوية وتحسه قبيح، اما المذاق متاحة بالحق من ألذ انواع الاسماك، وزيد ما فيهاش الشوك، وحتى من سعرها في السوق يكون غالي. وكهو حتى لهنا نكون وصلنا للنهاية متاع الفيديو، بالرغم اللي عكستنا اليوم ما روحناش يدينا فارغين وشدينا سمكة في الاخر. والاخر اللي بجنبها اعملوا رواحكم ما شفتوهش. ما تنساش تقيم الفيديو من 10 في كومنتير، وفي ثنيتك ما تنساش كل لايك، وكانك مكش مشترك ننصحك اشترك في القناة باش من بعد ما تندمش وتوا تولي تعرف علاش. وتوا باي باي.